السلام عليكم. زار ولي ولاية وهران زار باخرة طارق بن زياد، الباخرة الرمز اللي يعرفها الكثير من الجزائريين، حيث أنه تم إعادة تجديدها بالكامل وإعادة تأهيلها كذلك بميناء وهران، إذن من طرف شركة إنعراف الجزائرية التي متخصصة في تجديد وتهيئة وصيانة البواخر في الجزائر. وللعلم عندنا حوض آخر لصيانة البواخر من هذا النوع في بجاية. المهم أنه هذه الباخرة تم تهيئتها، نشوف هنا التجديد والتهيئة نتاع الباخرة هذه اللي تعتبر واحدة من أكبر وأجمل البواخر اللي عندنا في الجزائر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.